الاهلي بيفتتح الدوري بفوز مهم على مصر المقاصه بالثلاثه، ولكن في علامات استفهام على موسيماني في الشوط الاول للمباراه، وفي كذا نقطه لازم اتكلم عليهم في الشوط الثاني للمباراه. هنتكلم النهارده على الاهلي بشكل كبير وموسيماني بشكل اكبر بسبب علامات الاستفهام اللي انا هحطها حوالينه واللي هيجاوب عليها في المباراه اللي جايه. فبس طالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك عشان توصل لاكبر عدد من الناس، ولو اول مره تشوفني اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. الاهلي النهارده بيبدا بخطوط المعهوده او شكله الرسمي التكتيكي المعهود 4 2 3 1، بيبدا بالشناوي بانون وايمن اشرف على اليمين، هاني على الشمال معلول، الاثنين في نص الملعب حمدي فتحي وعمرو السوليه وأريو ديانج على الدكه، بيلعب قفشه لاعب نمر 10 وطاهر محمد طاهر وكهربا الاثنين بيبدلوا في المراكز الاجنحه، ما فيش حد ثابت، وقدام بيلعب مهاجم صريح محمد شريف. اللي كنا شايفينه في بدايه المباراه واللي كان بيقول في بدايه المباراه، يعني اولا كده يعني لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، المباراه بتبدا، ضربه جزاء الاهلي من وجهه نظري ضربه جزاء صحيحه 100%، لاعب حارس مرمى مصر المقاصه بيترمي بدل ما ياخد الكوره بياخد رجل الكهرباء، طالما في تلاحم وفي التماس ما بين حارس المرمى واللاعب بتحس ضربه جزاء، وضربه جزاء الاهلي واضحه وصريحه، بيخش علي معلول يحط جول الاول الاهلي والمقاصه بيخش المباراه وكانه خسران 1-0. بس انا ما كنتش فاهمه ان بعد ال 1-0 بتاعت الاهلي تراجع للخلف، تدور اللي يعني راجع لورا بيسحب فريق المقاصه علشان يفضي المساحات في ظهر فريق المقاصه وفي ظهر الدفاع، ويلعب بالمرتدات وبيلعب على المساحات اللي بتبقى في ظهر الدفاع الخصم، ويلعب على المرتدات دي وعلى سرعات لعيبته. بس اللي احنا كنا شايفينه ان الاهلي مش عارف يضرب مواسير التسلل بتاعه مصر المقاصه. مصر المقاصه بيلعبك اوف سايد جيم، والاهلي تقريبا في الشوط الاول 6 أو 7 اوف سايدات عليه، الاهلي مش عارف يضرب الاوف سايد. وشايفينه ان مصر المقاصه قدر يوقف الاهلي في الشوط الاول بحاجتين اتنين، الحاجه الاولى وهي ان انت بتلعب على مسار التسلل والاهلي مش عارف يضرب الاوف سايد جيم بتاعتك، مش عارف يخرج من الحته دي، وكل ما بيلعب كره طويله في ظهر المدافعين بتبقى اوف سايد على هجوم الاهلي. والحاجه الثانيه اللي هو عزل تماما رباعي الهجوم محمد شريف وطارق محمد طاهر وكهربا وقفشه عن اللعب بتاع الاهلي، وكان بيعتمد على مصر المقاصه على الضغط العالي، او بيعتمد على الضغط بتاع على مدافعين الاهلي اللي هو ما يبداش الهجمه من تحت لفوق، ما يبداش الهجمه على الارض، بتلعب كره طويله عشان المقاصه يقطعها، وده شفناه في كذا نقطه، المقاصه نجح في الحته دي. المميز في المقاصه انه رجع في مباراه بسرعه، واللي رجع المقاصه في مباراه بسرعه هو النادي الاهلي، ان هو رجع لورا يرجع لورا يسحب المقاصه عليه عشان يعتمد على المساحات ويعتمد على سرعات لعيبته. بس الحاجه دي انا مش فاهمها، ليه عمل كده موسيماني؟ انت كسبان 1-0، امسك الكوره اضغط على المقاصه، اضغط من قدام. لما كنا بنشوف الاهلي في بدايه المباراه لما كان بيضغط على المقاصه من قدام استخلص كذا كوره في نص ملعب المقاصه، فليه تراجعت لورا وقدرت تخلي المقاصه يرجع يتقدم معاك ويرجع للمباراه ويخش في اجواء المباراه ويمسك كوره ويهددك ويحاصرك في نص ملعبك حرفيا، وقدر هو يضربك اللي هو قدر انا في اي لحظه مستني المقاصه يجيب جول، وده اللي حصل. المقاصه قبل نهايه الشوط الاول ضربك بجول التعادل. الاهلي دخل، انت كنت عندك كذا مشكله في الملعب. اول حاجه ان انت لازم تضرب الاوف سايد جيم بتاع المقاصه، كنت لازم تقول اللعيبه تتحرك ازاي والكوره تطلع من اللاعب اللي يلعب الكوره ازاي والتحرك ازاي عشان يضرب مسار التسلل. الحاجه الثانيه وان انت كنت لازم حد من الاثنين يخرج في الشوط الثاني، لا اما طاهر محمد طاهر يا اما كهربا، لان الاثنين في الملعب محمد شريف كان معاهم متضاربه، كهربا وطاهر محمد طاهر كان لازم حد فيهم يخرج، حد فيهم يلعب في جناح الشمال، ومحمد شريف برده مش محمد شريف كنا شفناه في ام بي ما كانش بيلعب مهاجم صريح، يا اما بيلعب تحت المهاجم يا اما بيلعب جناح ايمن وبيخش كمهاجم ثاني، لكن تبدا محمد شريف كمهاجم صريح دي ما كانتش مميزه، ان محمد شريف مش عارف يتاقلم على المركز. فكنا شفناه الشوط الاول الاهلي في تضارب في الرباعي الهجومي، قفشه كنا بنشوفه بيميل كتير جدا على الطرف من الاطراف سواء طرف اليمين او طرف الشمال، كنا بنشوف توهان عند الاهلي طرف اليمين او طرف الشمال، اللي قفشه كان بيميل عليه كان بيخلي نص ملعب الاهلي مش باين، نص ملعب الاهلي اللاعب صانع العاب ينزل عشان يستلم الكرة من نص ملعب بيبتدي هو الهجمه، لا صانع العاب بتاعك بيبتدي هو يميل على طرف من الاطراف عشان يساعد طرف من الاطراف سواء كهرباء او طارق محمد ظهر. محمد شريف كان لازم في الشوط الثاني اللي انت تطلع محمد شريف او تخلي محمد شريف كوينج وتنزل مهاجم سريع اللي هو صلاح محسن عندك على الدكه. لكن اللي شفناه موسيماني ان الشوط الثاني مع بدايه الشوط الثاني سحب طاهر محمد طاهر ونزل ناصر ماهر. طب ناصر ماهر لاعب صانع العاب، يعني يا اما تلعبه مكان قفشه يا اما يبقى بديل لقفشه، لكن انت نزلت الاثنين في الملعب ليه؟
خلاص انا عايز تفضل على نفس الشكل، مش عايز تغير اي حاجه، عايز محمد شريف مهاجم صريح وكل حاجه، كنت تنزل طيب جيرالدو بدل طاهر محمد طاهر وينج صريح. لكن ليه نزلت ناصر ماهر وهو مش الوينج الصريح؟ ناصر ماهر ما بيعرفش يلعب وينج، وقفشه ما بيعرفش يلعب وينج، الاثنين دول يلعبوا في قلب الملعب من جوه. لاعب ينزل يستلم من نص الملعب او صانع العاب اللي يبقى على دايره نص الملعب عشان يستلم من نص الملعب ويبتدي يحول الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. لكن انت ليه نزلت ناصر ماهر كوينج يمين؟ ناصر ماهر اه يعرف يحرك لك الكوره، اسرع في الباص عن قفشه، لكن اللي انا كنت بتمناه او اللي انا كنت شايفه اللي المفروض ده يحصل اللي انت تخرج طاهر محمد طاهر تمام وتنزل صلاح محسن وتخلي محمد شريف جناح ايمن وكهربا جناح ايسر وناصر وصلاح محسن كمهاجم، وتخلي في الهجمات محمد شريف يضم للقلب مع مع صلاح محسن. ده اللي شايف كنا قوه محمد شريف مع امبك في الحته دي، اللي هو كان بيجي من خلف الامام ووش للجول وكان بيجيب جول، ده اللي كنا شايفينه. يعني اللي انت الشوط الثاني بدات دخلت على طول ناصر ماهر مش فاهمها، وحتى الشوط الثاني اللي انت اللي كنت تلعب برضه الظهر مدافعين المقصه اوف سايد اوف سايد اوف سايد اوف سايد اوف سايد الى ان جه الجول، الجول بتاع الاهلي بتاع كهربا الجون الثاني. الجون جه في دلوقتي على السوشيال ميديا لغط كبير وهجوم كبير من جمهور نادي الزمالك. الجمهور بتاع نادي الزمالك بيعترض ان انت الكوره اوف سايد. انا بصراحه ما اعرفش، انا كمصطفى ما اعرفش اذا كانت الكره بتاعت الاهلي الجون الثاني اوف سايد ولا لا. ناس بتقول لك قفشه الكتف بتاعه كله او دراعه الايمن كله كان معدي الجزمه بتاعت لاعب المقص كده، بالتالي تكون كره اوف سايد. انا مش عارف بصراحه، انا ما اعرفش، انا مش خبير تحكيمي عشان اقول الكره دي اذا كانت دي كره اوف سايد ولا مش اوف سايد. والكره حتى مش واضحه، لازم تقرب قوي على قفشه عشان تشوف الكره اذا كان هي اوف سايد ولا لا. وحتى الفار اكد يعني الكره جت جول والحكم الحكم الراية حسبها اوف سايد، لكن الفار اكد الكره جول. خلاص الفار اكد الكره جول. الهجان بتاع جمهور الزمالك على السوشيال ميديا انا مش فاهمه بصراحه. طب انت خلاص الكره اتلغت جون كهربا اتلغى، الاهلي جاب جون ثالث في الاخر عن طريق عمرو السوليه. فانت بتعترض على ايه؟ عارف لو الاهلي مثلا كسب بالجون ده اقول لك ماشي اعترض وهاجم لجنه الحكام وهاجم ابراهيم نور الدين واقول الاهلي بيكسب الحكام وكل الكلام ده. لكن اللي احنا شايفينه دلوقتي ان الاهلي جاب جون ممكن تكون اوف سايد ممكن ما يكونش اوف سايد الله اعلم، ولكن جاب جون ثالث اكد على الفوز خلاص. حتى لو الجون ده اتلغى هو جاب جون ثاني. انت بالعقل فكر يا معلم قبل ما تكتب بوست على الفيسبوك او تكتب تويت على تويتر، لازم تركز. الاهلي بيمشي في المباراه تغييرات بتاعه موسيماني انا مش يعني بصراحه ما عجبتنيش تغييرات موسيماني. لو بعد كده نزل اليو ديانج بدل تقريبا بدل كهربا بتلعب، يعني انت خرجت كهربا الوينج ونزلت اليو ديانج بعد كده تلعب بثلاثه في نص الملعب، عايز تلعب بقفشه وناصر ماهر الاثنين وينجات، ازاي يا موسيماني الاثنين ما بيعرفوش يلعبوا وينجات؟ قفشه شفناه كذا مره مع فايلر لما حب يلاعب قفشه كوينج قفشه كان بيختفي. ناصر ماهر ما شفناهوش لما كان في الاهلي قبل ما يروح سموحه اعاره ما كانش بيلعب وينج، لا صانع العاب بس بيلعب صانع العاب. فكره انت تلعب بناصر ماهر وقفشه وينج دي مش 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 حاجه كويسه، مش هتفيدك في المستقبل. لازم الوينج يبقى وينج صريح. طلعت كهربا ونزلت اليو ديانج بقى الثلاثه في نص الملعب عشان تقفل نص الملعب، وقفشه وناصر ماهر هم اللي الوينجات، وصلاح محسن نزل تقريبا بدل محمد شريف، صلاح محسن نزل بدل محمد شريف. التغييرات ما اقنعتنيش، الاهلي الشوط الاول ما اقنعنيش، تفكير موسيماني ما اقنعنيش، ولكن اسلوب لعب المقصه وان المقصه ما دافعش قدام الاهلي او في ظل ان المقصه هو اللي مسيطر على اللعب هو اللي ماسك الكوره هو اللي اقرب ان يجيب الجون الثاني في الاهلي، تراجع غريب، ساب الكوره للاهلي، خلى الاهلي يستحوذ على الكوره، خلى الاهلي يرجع في المباراه، خلى الاهلي يتحكم في كل حاجه في الريتم. الشوط الاول الاهلي كان الاهلي شكله سيء وكان بيلعب على المرتدات، لكن الشوط الثاني الاهلي ولا ماسك الكوره ولا بيتحكم في الريتم ولا بيجيب جون ثاني بيجيب جون ثالث وبينهي المباراه. المقصه اللي كان بيلعب بنفس الشكل او نفس الريتم طول المباراه كان بقى شكله افضل، كان ممكن يجيب الجون الثاني في الاهلي، لان المقصه بالكوره اللي راح بيها الكوره الوحيده اللي راح بيها جول على جول الاهلي جابها جول. فالاهلي بدايته ثلاثة بونت او الدوري بدايه الدوري ثلاثة بونت، عندك ماتش الجاي سهل نوعا ما ضد غزل المحله غير داخل ثلاثة بونت ثانيين، فبدايه موفقه للاهلي. لكن موسيماني هل ده فكره؟ طب هل لعب في بدايه المباراه او لعب في الشوط الاول انه يبقى مدافع ويلعب على هجمه مرتده بسبب غياب مروان محسن لاعب المحطه بتاعته؟
ولا هو ده الشكل بتاع الاهلي اللي هنشوفه دايما في الدوري في بدايه المباراه. بدايه المباراه قدر يخطف جون في الشوط الاول، هيرجع يدافع ويرجع في خطوطه ويرجع على المرتدات، الله اعلم. ده اللي موسيماني هيجيبه عليه، ده الموسيماني اللي هيجيب عليه في المباراه الجايه، مباراه المقبله الاهلي هتجيب على السؤال ده، هل الاهلي لعب كده بسبب غياب مروان محسن، ولا الاهلي هيفضل بيلعب كده طول ما موسيماني موجود لما بيجيب جون ويرجع لورا؟ الله اعلم. وده اللي هيجيب عليه موسيماني في المباراه اللي جايه. بس في الاول والاخر ده كان راي شخص واحد في مباراه الاهلي والمقصه، قول رايك انت في الكومنتس، هل الاهلي النهارده لعب مباراه جيده ولعب قدر يتفوق على المقصه، والمقصه هو سايق؟ وقول لي شكل الاهلي الشوط الاول هنشوفه في كذا مره وكذا مباراه للاهلي في الشوط الاول، ولا دي كانت مباراه وعدت؟ قول رايك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، واول مره لو اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك وتويتر على تويتر كمان مصطفى. شوفك الحلقه الجايه، سلام.